تقول: ما حكم قص المرأة شعرها من الأمام والخلف إذا كانت نيتها التجمل لزوجها؟ جزاكم الله خيرا. المطلوب من المرأة توفير شعرها لأنه شعر رأسها لأنه جمال لها، فقد جمل الله النساء بالذوائب كما جمل الرجال باللحى، وأما قصه فهذا من العبث ومن التشويه وليس هو من الجمال، وإنما الباعث على ذلك التشبه بالكافرات أو التشبه بالفواسق من المسلمات، فقص الشعر هذا من العبث والتقليد الأعمى، فعلى المرأة أن توفر شعرها ولا تقصه لا من الأمام ولا من الخلف ولا من الجوانب، اللهم إلا إذا شق عليها طوله وثقل عليها أو كان يحتاج إلى مؤونة وتريد أن تخفف منه من أجل الحاجة فلا بأس بذلك، فقصه من أجل الحاجة هذا لا بأس به، أما قصه من أجل التجمل فهذا بالعكس هو ليس من التجمل وإنما هو من التشويه، تشويه الخلقة والتشبه والتقليد الأعمى. نعم. هل يمكن أن يقطع على من قلد أنه أحب من يقلده؟ نعم، التشبه بالكفار ظاهرا يجر إلى محبتهم في الباطل، لأنه ما تشبه بهم إلا وعنده ميول إليهم، ولهذا يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم يقول: إن التشبه بهم في الظاهر يدل أو يجر إلى محبتهم في الباطن، ويقول: وأقل أحوال الحديث الوارد في ذلك وهو قوله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، يقول أقل أحواله أنه يدل على تحريم التشبه، وإلا فظاهره يقتضي الكفر، قوله فهو منهم، فهو مثل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. نعم. جزاكم الله خيرا.